بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبنائي الأعزاء، سنوات ثالثة متوسط، أهلا ومرحبا بكم إلى قناتكم للرياضيات وللفيزياء. أيضا في هذا الفيديو جبت لكم تمرين رائع، جبته من الاختبار الأول لهذه السنة 2023-2024. تمرين عليه 6 نقاط على موازنة معادلات. كان بعض منكم مازال يعاني من ما يعرفش كيفاه يوازن معادلة كيميائية. شوفوا معايا، راح أبسط لكم الأمر. عندنا 6 معادلات، يلا مع بعض نسمي الله، نقول بسم الله ونبدأ على بركة الله. أول معادلة هي زد أن في حالته الفيزيائية أس سوليد زائد أو 2 غاز يعطينا زد أن أو سوليد. أول حاجة لازم تنتبهوا لها أنكم ما تنساوش الحالة الفيزيائية دائما، تبدأوا بها باش ما تنساوهاش لأنها تنقط عليها. هذه شيء. ثاني شيء، عندنا أي معادلة كيميائية هذه تسمى المتفاعلات، نبدأ لها لكم بأبسط طريقة، وهذه نسميها النواتج. هنا عندي ناتج واحد فقط، ولكن هذه هي التسمية. هذه إذا هنا هذا السهم يدل ينتج، نقول أنه ينتج أو يعطي أو الناتج. شوفوا معايا نبدأ كيف أوازن. أولا لازم أطبق مبدأ انحفاظ الذرات نوعا وعددا، مش معناتها نبدأ بالنوع. إذا هنا ندير خط، لازم لي نلقاه في المتفاعلات موجود في النواتج كميزان، الميزان ينقصوا به، لازم لي يكون هنا، يكون في الكفة تاع اليمين تعادل الكفة في اليسار. شوفوا معايا، أولا بالمتفاعلات نبدأ بالزنك زد أن كنوع موجود في المتفاعلات موجود في النواتج، ثم الأكسجين موجود في المتفاعلات موجود في النواتج. هذه إذا النوع محفوظ. نجي للعدد، هنا عندي كم من ذرة زنك؟ عندي 1 في النواتج في المتفاعلات، وعندي في النواتج عندي أيضا 1. وتابع نجي للأكسجين، هنا عندي ذرتين في النواتج في المتفاعلات، وهنا عندي ذرة واحدة فقط. هنا اختل التوازن، واش راح ندير؟ هنا لازم تكون العدد هو نفسه، هنا راح نضرب الواحد هذا في 2، 2 نتحصل على ذرتين من الأكسجين. وين ندير هذا العدد 2؟ نديره في المكان هذا، ولكن حذاري هنا اختل التوازن من حيث الزنك، هنا عندي 1 فقط وهنا أصبح عندي 2. إذا نولي المتفاعلات راح نضرب في 2 باش تصبح المعادلة تاعي موزونة. وين ندير هذا العدد؟ راح أضعه أمام الزنك، هنا أصبحت المعادلة تاعي موزونة، 2 ذرات من الزنك، 2 ذرات في النواتج، 2 ذرات من الأكسجين، 2 ذرات في النواتج. هذه بالنسبة للمعادلة الأولى. نجي للموازنة الثانية، إذا وش يقول؟ يقول إذا نكتب المعادلة أولا كما هي، C3H8 نكتبها كما هي، الحالة الغازية نكتبها مباشرة باش ما ننساش، زائد O2 غاز، واش تمدلي؟ النواتج هي H2O زائد CO2 غاز وغاز. ندرب روحي باش نكتب المعادلات كما هي. الآن كيف أوازنها؟ بتطبيق نفس المبدأ انحفاظ الذرات نوعا وعددا. نبدأ دائما بهذا الترتيب، نبدأ بالكربون ثم الأش الهيدروجين ثم الأكسجين. يلا مع بعض، هنا عندنا 3 أنواع. نشوف النواتج، عندي أيضا الكربون هوليك، ثم عندي الهيدروجين، ثم عندنا الأكسجين. إذا النوع محفوظ. نجي للعدد، هنا شحال عندي في المتفاعلات؟ عندي 3 ذرات، هيليك العدد 3. هنا شحال عندي؟ عندي ذرة واحدة فقط. أقف عند هذا الحد، هنا المعادلة تاعي غير موزونة. إذا هنا باش تكون موزونة فاش نضرب؟ هنا في النواتج نضرب في 3، نجيب هذا العدد اللي ضربته أمام CO2، ثم بعد ذلك أتابع الموازنة تاعي. نجي للهيدروجين، عندي 8 ذرات، هنا في النواتج شحال عندي؟ عندي ذرتين فقط، إذا نكتب 2. إذا هنا مرة أخرى المعادلة غير موزونة، هنا عندي 2 وعندنا هنا 8، فاش نضرب 2 أتحصل على
8 نضرب في 4، ثم هذا العدد 4 انقله أمام جزيء الماء 4، ثم بعد ذلك أتابع المسيرة. هنا وش عندي؟ نجي للأكسجين، عندي ذرتين فقط، وهنا في النواة شحال عندي؟ نبدأ نحسب. حذاري، هنا عندي 4 جزيئات من الماء، يعني ذلك عندي 4 ذرات من الأكسجين، وهنا عندي 3 في CO2، هنا نضرب 2 في 3 يعني 6 زائد 4 شحال تخرج لكم؟ تخرج لكم هنا عندي 10، هنا عندي 2، فاش نضرب 2 باش أتحصل على 10؟ راح نضربه في 5، ثم هذا العدد 5 وين نجيبه؟ نجيبه أمام جزيء الأكسجين، تصبح المعادلة تاعي موزونة. أتابع المعادلة التي تليها الثالثة ونبدأ نطبق نفس المبدأ دائما. وش عندي المعادلة تاعي؟ عندنا C2H6O، هنا في حالته الفيزيائية ليكيد سائل، زائد O2 غاز. وش يمدلي؟ يمدلي الناتج التالي، دائما H2O زائد CO2. يلا مع بعض نوازن نفس الترتيب، نبدأ C من حيث النوع، هنا عندي C، ندير خط هكذا، ثم عندي الهيدروجين، ثم عندي الأكسجين، هنا أيضا عندي الهيدروجين، عندي الأكسجين. وتابع، نبدأ الآن من حيث العدد، هنا ذرات الكربون شحال عندي؟ عندي 2، هاوليك العدد 2، وهنا شحال عندي؟ عندي ذرة واحدة فقط، نكتب 1، نبدأ نوازن، هنا باش نتحصل هنا على 2 نضرب في 2، وأضع 2 تاعي أمام CO2، الجزيء تاعي. حذاري، ما نديروش في هذا المكان، يعني ما نديروش تحت الكربون، حذاري، الكتابة خاطئة. ثم بعد ذلك نجي للهيدروجين، عندي 6 ذرات، إذا نكتب هنا 6، هنا في النواة شحال عندي؟ عندي ذرتين فقط، نكتب 2، إذا فاش نضرب 2 باش نتحصل على 6؟ في 3، ونكتب 3 تاعي أمام جزيء الماء. أتابع المسيرة، هنا عندنا الأكسجين، عندنا 1، 2، 3، شحال عندي؟ عندي 3 ذرات. إذا نتابع، إذا قلت هنا في المتفاعلات لقينا 3، في النواتج لقينا 7، هنا كيف نحل المشكل؟ هنا راح أضيف هنا في العدد في أمام جزيء الأكسجين، شوفوا معايا، هنا راح أضيف 3، إذا هنا أضيف 3، لماذا؟ باش نتحصل على 2 في 3 6 زائد 1 7، إذا باش ننتقل إلى العدد 7، وبالتالي أخيرا تصبح المعادلة تاعي بالشكل التالي، C2H6O، ما ننساش الحالة الفيزيائية، زائد 3O2 غاز، سهم 3H2O غاز، زائد CO2 غاز، ما ننساش هنا 2. هذه هي موازنة هذه المعادلة، أتمنى فقط أن يكون لحد الآن واضح. المعادلة الرابعة هي Fe solid زائد O2 غاز يعطينا Fe2O3 solid. إذا نبدأ في الموازنة، عندي الحديد F، شحال عندي من ذرة؟ عندي 1، وهنا في النواتج عندي Fe، عندي حذاري ذرتين، عندي العدد 2، ثم بعد ذلك إذا نتابع، ثم وش عندنا؟ عندنا الأكسجين، شحال عندي من ذرة؟ عندي ذرتين، نكتب 2، وهنا في النواة شحال عندي؟ عندي 3 ذرات. قبل ذلك إذا أوازن، عندي الحديد هنا 1 و2، إذا نضرب هنا في 2، في العدد 2، ثم نجيبه أمام ذرة الحديد تولي لي 2، ثم بعد ذلك أتابع، عندنا قلنا الأكسجين في النواة في المتفاعلات 2، وهنا 3، هنا واش راح ندير؟ هنا نضرب المتفاعلات في 3، وهنا نضرب النواتج في 2، باش نتحصل على عدد مشترك بينهما وهو 6، إذا هنا ننقل 2 هنا، نقلو إلى هذا المكان، وننقل 3 لهذا المكان، ولكن حذاري، راح يختل الحديد تاعنا، يختل الميزان تاعو، هنا بعدما كان 2 راح يصبح 4، إذا فاش نضرب هنا
في المتفاعلات راح نضرب 2 تاعي مرة أخرى في 2. إذا هنا راح نمحي هذا 2 ونردو 4. إذا أخيرا كيف نكتب المعادلة تاعي؟ نكتبها كالتالي، شوفوا معايا 4 اف او سوليد، ما ننساش الحالة الفيزيائية، زائد 3 او 2 غاز، واش يمدلي؟ يمدلي 2 اف او 2 او 3 اس. نتمنى ان يكون واضح. نجي للمعادلة الخامسة. اذا المعادلة الخامسة تاعي نكتبها كما هي، عندي اف او دائما سوليد الان زائد اش سي ال، اذا اك محلول. اذا ثم بعد ذلك واش مدلي النتيجة؟ اف او سي ال 2 اك زائد اش 2 غاز. نبداو الموازنة، نبداو دائما هنا ندير خط، نبدا بالحديد، شحال عندي من ذرة؟ عندي ذرة واحدة. في النواة شحال عندي؟ عندي ذرة واحدة، إذا موزون. نجي لي الهيدروجين، الهيدروجين عندنا هنا ذرة واحدة، وهنا في النواتج عندي ذرتين، إذا راح نضرب هنا في 2 ونجيب 2 في هذا المكان، ثم أتابع الموازنة. إذا نجي لي الكلور سي ال، شحال عندي؟ عندي ذرتين في النواة في المتفاعلات، وهنا سي ال شحال عندي في النواتج؟ عندي أيضا 2، وبالتالي نتحصل على المعادلة التالية بقات موزونة. إذا هذه هي المعادلة الخامسة تاعي موزونة. طبعا ما تنساوش الحالة الفيزيائية. نجي لآخر معادلة وهي سادسة، نكتب سادسة، نكتب المعادلة كما هي. شوفوا معايا المعادلة تاعي هي أل سوليد زائد أو 2 غاز يمدلي أل 2 أو 3 سوليد بنفس الخطوات. نبدأ بالألمنيوم أل، شحال عندي من ذرة؟ عندنا ذرة واحدة في المتفاعلات، شحال عندي في النواتج؟ عندي ذرتين. ثم بعد ذلك إذا هنا غير موزونة، راح نضرب 1 في 2 تاعي ونجيب 2 في هذا المكان أمام ذرة الألمنيوم. أتابع الآن، عندي الأكسجين، الأكسجين ذرتين، هنا شحال عندي؟ عندي 3 ذرات. مرة أخرى واش ندير باش ندير عدد مشترك؟ هنا 2 ضربوا في 3، وهنا 3 في 2، هنا 2 هذا باش نتحصل على 6، 6 2 هذا نجيبو في هذا المكان، إذا نكتبو في هذا المكان، وثلاثة هذا نجيبو أمام جزيء الأكسجين. ولكن حذاري، راح يختل توازن الألمنيوم، بعدما كان 2 راح يصبح لي 4، لأن 2 في 2 4. واش ندير؟ راح نضرب مرة أخرى في 2، 2 هذا راح نجيبو في هذا المكان، إذا نمحي هنا 2 يولي لي 4. تصبح المعادلة تاعي هي كالتالي موزونة، 4 أل ألمنيوم سوليد زائد 3 أو 2 غاز، واش ينتج؟ ينتج 2 أل 2 أو 3، وما ننساش الحالة الفيزيائية. وبهذا نكون عند نهاية هذه الموازنات المعادلات. إذا بالتوفيق للجميع، سلام الله عليكم، ما تنسوناش بالتعليقات الجميلة واللايكات لكي تعم الفائدة. إلى الملتقى إن شاء الله.